حبيبي العزيز، توكل على فضل مولاك ولا تحزن من شيء، وكن في جميع الأمور صبوراً وقوراً شكوراً، برًا رؤوفًا هضومًا كظومًا، لأن شأن المقربين هذا. ومهما تسمع من أقوال مختلفة متخالفة، أنصت ولا تجب إلا بما يلهمك الله من كلام رقيق يدل على فرط انكسارك إلى الله، وشغفك بذكر الله، واشمئزازك من كل كلام يتعلق بأمور الدنيا. بل إنك راضٍ من كل الأحباء لنسبتهم إلى الله، ولا تحب أن تسمع منهم إلا كلاماً يدل على كمالهم، وما عدا ذلك إن أذنك لا تسمع ولا تحب استماعه. هذا مما يقربك إلى الله ويجعل تجارتك رابحة. إياك إياك أن تحزن من شيء، لأن الحزن يخمد حرارة محبتك، بل كن فرحاً بما أتاك الله من حبه ومعرفته، وسوف يفتح عليك باب البركة من جميع الجهات، وعليك التحية والثناء.